السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hi everybody, how are you doing? اليوم إن شاء الله في هذا الفيديو سنرى فعلا مهما في اللغة الإنجليزية. Abandon. Abandon. نقول abandon. Abandon means to leave someone or something somewhere. وهذا الفعل يعني أن تتخلى عن شيء ما أو شخص ما في مكان ما. مثلا They were forced to abandon the car. They were forced to abandon the car. هم كانوا مجبرين بأن يتخلوا عن السيارة في مكان ما. They were forced to abandon the car. مثال آخر He was abandoned by his mother as a baby. تم التخلي عنه من طرف أمه عندما كان صغيرا أو رضيعا. وهنا جاء في صيغة المبني للمجهول passive voice. He was abandoned by his mother as a baby. As a baby ترجمتها الحرفية كرضيع، ولكن هنا جاءت بمعنى عندما كان رضيعا. المعنى الثاني للفعل abandon هو أوقف. To stop doing something before it is finished. أن توقف شيئا ما قبل أن ينتهي. مثلا The match was abandoned because of the rain. The match was abandoned because of the rain. تم إيقاف المباراة بسبب المطر. هنا كذلك جاء الفعل في صيغة passive voice يعني المبني للمجهول was abandoned. The match was abandoned because of the rain. أتمنى أن تكونوا قد استفدتم معنا كثيرا من خلال هذا الدرس، وأطلب لكم موعدا آخر في درس قادم إن شاء الله. وإلى ذلك الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.